نشرة أخبار الثامنة من يو تي في وهذه عناوينها. المالية النيابية تعقد اجتماعها الأول لتعديل الموازنة، مطالبات برلمانية بزيادة تخصيصات الأقاليم والمحافظات والمدن المحررة. السوداني يطلق من واسط موسم تسويق الحنطة والشعير ويفتتح الجزء الأول في حول الكوت لربط بغداد بالوسط والجنوب. أدوية سمراء تطرح منتجات جديدة لتوطين صناعة العقاقير وتحقيقات مفتوحة حالياً في تسويقها المتعثر. واختتام حفلات عيدنا بغدادي، أصيل هميم وعاصي الحلاني يقدمان أحلى الأغاني العراقية واللبنانية لجمهور المهرجان. أهلا بكم إلى التفاصيل. الموازنة ولا مشروع غيرها، الشغل الشاغل للبرلمان ولجانه المختصة. فبعد انتهاء عطلة عيد الفطر عادت المالية النيابية لاجتماعاتها مرة أخرى بغية الوصول إلى تعديل مقبول يقلص العجز الهائل، وربما يكون ذلك من خلال خفض الموازنة التشغيلية وتعظيم الإيرادات غير النفطية. ووسط اجتماعات تعديل الموازنة تظهر مطالبات نيابية بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات والمدن المحررة. رجح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي تمرير قانون الموازنة خلال الشهر المقبل، مؤكدا استمرار العمل على تقليص حجمها إلى 170 تريليون دينار بدل 200 تريليون. وقال الكاظمي في تصريح للوكالة الرسمية إن المالية النيابية ستعمل خلال الأسبوعين المقبلين على تقليص الموازنة التشغيلية وتقليل العجز المالي بنحو 25 تريليون دينار عن مجموعه الكلي والذي يزيد على 64 تريليونا، مضيفا أن الحكومة ستصدر تعليمات التنفيذ ويمكن أن يبدأ الصرف بداية تموز المقبل. عادت اجتماعات المالية النيابية بشأن الموازنة، لكن هذه المرة لمناقشة تعديلاتها. وأبرز التعديلات تقليص العجز من خلال خفض الشق التشغيلي ودعم القطاعات الحيوية لتعظيم الإيرادات غير النفطية. المزيد مع مراسلنا في بغداد علي أسد. المالية النيابية تستأنف اجتماعات الموازنة بعد توقفها في عيد الفطر. العجز وكيفية تقليصه العنوان الأبرز لاجتماعات اللجنة، إذ تسعى لخفض الشق التشغيلي بنحو 25 تريليون دينار مع دعم الصناعة والزراعة والسياحة لتعظيم الإيرادات غير النفطية في حال تراجع أسعار البترول. يعني عجز كبير نشوفه بهذا الحجم. أيضا احنا الاعتماد على سعر نفط قيمة 70 أكيد هذا نشوف بمغامرة. حتى قضية الإيرادات غير النفطية، يعني إيرادات غير النفطية كان المفروض تكون نسبتها أعلى، رقمها أعلى، يوم قرابة 16 أو 17 تريليون أكيد قليلة جدا. اجتماع المالية النيابية اليوم خصص لتعديل بعض تفاصيل مشروع الموازنة استنادا إلى ملاحظات النواب بعد القراءة الثانية للمشروع. وأول الخطوات تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لاستضافة وزراء ومحافظين ومسؤولين تنفيذيين آخرين ومناقشة التخصيصات لإنجاز التعديلات عليها بأسرع وقت ممكن، فضلا عن احتساب الكلف المالية لتطبيق سلم الرواتب الجديد وإجراء مناقلات مالية بين المؤسسات، فيما يؤكد نواب ضرورة إقرار موازنة 3 سنوات بعد انتهاء التعديلات. نتمنى أن تكون تقر في أقرب فرصة ممكنة، ونتمنى أن تكون ل3 سنوات لكي لا نقع في الظروف السنوات السابقة، خاصة في السنة السابقة ليس لم تكن هناك موازنة، ولكن نتأخر لكي لا نتأخر ولكي الحكومة تكون قادرة على القيام بالخدمات وتقديم الخدمات وكذلك المعاشات وما إلى ذلك. ويدعو نواب إلى رسم خارطة مرنة للإنفاق تناسب متغيرات الأعوام المقبلة لتحقيق أكبر فائدة من الموازنة وضمان توزيع عادل لمبالغها، مع معالجة بعض المشاكل المتعلقة بفتح أبواب جديدة للتعيينات. علي أسد، يو تي في، بغداد.
الموازنة الأكبر في تاريخ العراق لا تزال مثار جدل، فرغم مناقشة مشروعها في البرلمان يطالب نواب بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات والمدن المحررة فيها. بينما تناقش المالية النيابية تفاصيل تعديل مشروع قانون الموازنة يدفع أعضاء فيها لزيادة المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم ضمن تعديلات المشروع. اليوم لدينا موازنة بحجم كبير، موازنة 199 تريليون، وهذه الموازنة هي ربما ستكون من ناحية الخدمات ومن ناحية الإعمار هي موازنة انفجارية. لدينا رؤية كلجنة مالية أن نضاعف تنمية الأقاليم، تنمية الأقاليم وردت في قانون الموازنة قليلة جدا 2.5 تريليون. وبعدما أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة يطالب برلمانيون المالية النيابية بنقل مخصصات من الوزارات إلى المحافظات لرفع حصصها المالية وتمكينها من إنجاز مشاريعها. اليوم حصص المحافظات قليلة جدا، يعني كل محافظات العراق 2.5 تريليون، مبلغ قليل جدا، وهناك تركيز على الوزارات. المفروض اللجنة المالية تعمل على مناقشة الكثير من موازنة الوزارات إلى موازنة المحافظات للقيام بواجبها، لأن سابقا لاحظنا بأن المشاريع المنفذة من قبل المحافظات حقيقة أفضل من المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارات الاتحادية. ويعمل نواب المحافظات المنكوبة على زيادة تخصيصات تلك المحافظات في الموازنة لاستكمال عمليات الإعمار وتثبيت الاستقرار. متفقين كنواب نينوى أنه الظروف الصعبة اللي مرت بها نينوى أنه تتعوض نينوى عن هاي السنوات المريرة اللي مرت بها نينوى، وإن شاء الله ماضين قدما إن شاء الله نجيب اللي نقدر عليه. أنت مثل ما تعرف هي محافظات عدة، وكل من يريد له وكل من يعاني، العراق كله مر بظروف صعبة. وينتظر العراقيون إقرار موازنة تضمن الأمان المالية لهم من جهة وتسهم في إعمار مدنهم من جهة ثانية بعد عقدين من تكرار الفشل والفساد. من الموصل محمد سالم، UTV. هذا وأكد النائب عن تحالف السيادة يحيى العثاوي UTV استمرار النقاش بشأن العجز وسعر النفط في مشروع الموازنة الثلاثية. خص الموازنة توجد بعض الملاحظات المهمة من خلال هذه الملاحظات، هو العجز الموجود في هذه الموازنة، إضافة إلى أنه سعر النفط أيضا، وكذلك المدة الزمنية لمدة 3 سنوات، حيث لا نستطيع أن نضع الأرقام، خصوصا أن الريع النفطي متغير، يعني هذه السنة 70، محتمل السنة القادمة يقل عن هذا الرقم ويزيد، وبالتالي يعني هذا معضلة كبيرة إذا استمرت الموازنة لمدة 3 سنوات. من الممكن ذلك يكون تفاوض أنه تقرر الموازنة شكليا لمدة 3 سنوات، ولكن سنويا يجب أن تراجع الأرقام والتعيينات، العجز، يعني السلم الرواتب، كل هذه الأمور يجب أنه يعني سنويا تعاد مرة أخرى، تأتي إلى مجلس النواب من أجل إقرارها والتصويت عليها. مشاهدين، للحديث عن الموازنة ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية أهلا وسهلا، كيف يمكن أن تخفض اللجنة المالية العجز الكبير في الموازنة؟ شكرا جزيلا. الحقيقة أنا متابع لكل المناقشات اللي جرت في مجلس النواب حول ملاحظات السادة النواب اللي طرحت، وكذلك الحال أيضا تصريحات السادة أعضاء مجلس الأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب. الحقيقة هناك 125 تريليون دينار من النفقات التشغيلية، نفقات حاكمة لا يمكن التأثير عليها أبدا إلا بقوانين، يعني واحدة منها الرواتب والإجور وشبكة الحماية الاجتماعية تقريبا 92 تريليون دينار، وعدنا تسديد الديون الداخلية والخارجية ب 14 تريليون، ونفقات الشركات الأجنبية العاملة في جولات التراخيص 14 تريليون، و10 تريليونات تقريبا اللي هي البطاقة التموينية، استيراد الوقود، هذه كلها نفقات حاكمة لا يمكن التأثير عليها إلا بقوانين خاصة. مثلا الرواتب، كيف ممكن نخفض من تخصيصات الرواتب اللي بلغ 57 تريليون وشبكة الحماية 27 تريليون؟ هذه إلا المجلس
الوزراء قدم مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب، وهذا الأمر مستحيل لأنه إحنا الآن في سباق مع الزمن لإقرار الموازنة. بالتالي 25 تريليون المتبقية من النفقات التشغيلية يمكن ضغطها بخمسة تريليون مو أكثر من هذا الرقم. والجانب الآخر اللي هو النفقات الاستثمارية ممكن أنه هذه دائما هي تحصل من عام 2006 عندما تتعرض الحكومة إلى أي أزمة من الأزمات تعطل النفقات التشغيلية، هذا واحد. الأمر الآخر أنه مضت 4 أشهر من عمر الموازنة لعام 23 والحكومة لم تبدأ سوى بالإنفاق 1/12. بالتالي أنا أعتقد أنه تخصيصات الجانب الاستثماري وجزء من التشغيل لا يمكن إنفاقه خلال هذا العام، لأن الموازنة لن تقر قبل منتصف الشهر الخامس، ولن تصدر التعليمات قبل منتصف الشهر السادس حتى يبدأ الصرف. أعتقد نصف السنة سيمضي بأقل أو بالحد الأدنى من الإنفاق. نعم نعم دكتور عبد الرحمن. طيب هذه الملاحظات التي قدمتها اللجنة المالية والتعديلات التي يمكن أن تضيفها على الموازنة والمشروع، هل الحكومة ملزمة بهذه التعديلات؟ لا، الحكومة غير ملزمة بهذه التعديلات الأرد من اللجنة المالية أو حتى من مجلس النواب، لأنه يعني لابد أن يكون مجلس النواب واللجنة المالية حذرة في هذا الموضوع. هذا الموضوع في جنبه مالية، صحيح الحكومة ربما تعطي الضوء الأخضر للجنة المالية بتمرير ملاحظاتها، لكن ما أن يتم المصادقة على مشروع الموازنة حتى تلجأ إلى المحكمة الاتحادية وتطعن في مشروع الموازنة مثل ما حصل في السنوات السابقة. فأنا أعتقد أنه هذه الخاضعة للمفاوضات مع الحكومة والنقاش مع الحكومة، ولن يعني أنا شخصيا مقتنع تماما أنه لن تستطيع أن تغير الشيء الكثير بهذه الموازنة، لا بسعر برميل النفط ولا بالكميات المنتجة ولا بالتخصيصات. يعني إحنا لو نسوي مراجعة للمناقشة اللي جرت في الجلسة الثانية في مجلس النواب، معظم السادة أعضاء مجلس النواب كانوا يطالبون بزيادة التخصيصات لمحافظاتهم وزيادة التخصيصات لبرامج معينة، ومن نجمع هذه التخصيصات أنا أعتقد أن الموازنة سيزيد رقمها عن 500 تريليون. فأنا أعتقد أن هذه التناقضات تحصل دائما، لكن ستمرر الموازنة على نفس الأرقام. نعم طيب هذه المطالبات بشأن تخصيصات الأقاليم والمحافظات وكذلك المدن المحررة، دكتور عبد الرحمن، ترى هل يمكن اقتطاع تلك التخصيصات من الوزارات مثلا؟ هو ممكن، لأنه تخصيصات الوزارات خاصة بالجانب الاستثماري، يعني الجانب التشغيلي لا يمكن التأثير عليه. بالجانب الاستثماري مشروع ممكن وزارة التربية لديها مشروع الألف مدرسة جديد ممكن أن تنفذ المحافظات، كذلك الحال بالنسبة للصحة، ممكن أنه المستشفى اللي محافظة ما تريد تبني هذه المستشفى ممكن تكون نيابة عن الوزارة. يعني أما أنه تخصيصات من مجالات أخرى لا، أنا أعتقد أنه من الصعب جدا تحويلها إلا في الأعمال المشتركة التي ممكن أن تكون مشتركة بين المحافظات وبين الوزارات. وطبعا هذه في كل سنة يحصل عندنا هذا التداخل وهذا المشكلة، لا المحافظة تنفذ المشروع ولا الوزارة تنفذ المشروع في نهاية السنة، لأنه الاثنين يريدون ينفذون نفس المشروع. نعم طيب ما هو الحل الأمثل لتلافي مثل هذه الإشكالات دكتور عبد الرحمن؟ هو أنا أعتقد أن الأمور ماضية، يعني هم الكل يعني رغم كل الملاحظات نسمع تصريحاتهم أنه ستمرر الموازنة وستمرر لمدة 3 سنوات. يعني بالمناسبة هذه خلاصة كل المناقشات اللي تجري، يعني إحنا عندنا النفقات التشغيلية ماضية، النفقات الاستثمارية قد لا تستطيع الحكومة أن تصرف 50% منها لأنه لم يتبقى من العام سوى 6 أشهر أو أقل من 6 أشهر، وبالتالي أنا أعتقد أنه سيكون الوضع جيد. يعني النفط يعني متوقعاتنا أنه ممكن أنه يستمر يعني أعلى من 70 إلى نهاية هذا العام، وخاصة أنه خلال هذه 4 أشهر المضت أنه كان سعر برميل النفط يزيد عن 80 دولار إلا في بعض الأيام. بالتالي أنا أعتقد أنه ممكن أن تجري هذه التعديل أو الميزانية لهذه الأرقام. الحكومة سعرت برميل النفط لعام 24، هذه المشكلة النواب سادة النواب مدى يتحدثون عنها، موجودة في مسودة الموازنة، سعرت برميل النفط ب 52 دولار، وفي عام 25
23 ساعة رتب $55 وهو رقم أكثر من التحفظي. فأنا أعتقد حتى النفقات حتى الإيرادات غير النفطية كانت محددتها بعشرة تريليون دينار. فأنا أعتقد أنه لعام 24 و25 لدي الحكومة لديها نظرة تحفظية بخصوص الأرقام. نعم. طيب أخيرا دكتور عبد الرحمن، تفضلت قبل قليل وقلت نحن بالطبع في سباق مع الزمن لإقرار هالموازنة، والسؤال هنا هل يمكن أن تساهم التوافقات توافقات الكتل السياسية في تعجيل إقرار الموازنة أكثر؟ نعم، يعني هو أصلا مشروع الموازنة مرر باجتماع مجلس الوزراء بأقل من ساعة نتيجة التوافقات السياسية بين الكتل المشاركة بالحكومة اللي هي أصلا من تقود البرلمان. بالتالي هذه التوافقات اللي موجودة في مجلس الوزراء هي نفسها موجودة في مجلس الوزراء، ولذلك احنا نسمع دائما ماكو أحد معترض على الموازنة وعودتها إلى الحكومة مرة أخرى. أكو ملاحظات لكن الكل مصر على أن الموازنة ستمرر قبل منتصف الشهر القادم. أنا ما سمعت أحد لا يتفقون هذه موازنة وهذه بها مبالغ ضخمة. والمشكلة الموازنة راعت كل الكتل السياسية، يعني عندما نتحدث عن المناطق المحررة هناك صندوق للمناطق المحررة، عندما نتحدث عن الأيزيديين هناك تخصيصات لسنجار، عندما نتحدث عن الأكثر محرومية هناك صندوق لمحافظة المثنى والناصرية لتنمية الأقاليم. فكل وأيضا بالنسبة للإقليم ضمن حصته كاملة بالموازنة العامة. فبالتالي أنا أعتقد أن الكل متفق والكل في سباق مع الزمن لتبرير الموازنة. طيب نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات والتحليلات الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. إطلاق موسم تسويق الحنطة والشعير وأخبار أخرى مع الزميل علي حليم، تفضل علي. شكرا لك تدينا، تحية طيبة. افتتح رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني اليوم الجزء الأول من مشروع الطريق الحولي لمدينة الكوت. بيان حكومي ذكر أن السوداني أعلن أيضا من واسط انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير، وفيما أكد خلال كلمة أن الحكومة باشرت عملها بخصوص الخطة الزراعية منذ بداية الموسم. أشار إلى أن الخطة المعروضة تشمل 4.5 مليون دونم، لافتا إلى أن موسم الأمطار أسهم في توسيع الخطة لأكثر من 7.5 مليون دونم في عموم المحافظات. الخطة التسويقية تم تأمينها منذ وقت مبكر، حرصا منا على إنجاح هذا الموسم الزراعي. مثل ما ذكرت رغم ظروف عدم إقرار الموازنة بسبب تأخرها، لكن كنا على درجة من الحرص على تأمين التخصيصات المالية للفلاحين والمزارعين، وصرف هذه المستحقات في أسرع وقت. واليوم مثل ما شاهدنا هو بلاد ساعات يصرف الصرف لفلاح ومزارع، وإن شاء الله بعد تصاعد التسويق أريد نفس الهمة ونفس العملية في الصرف ما تتأخر. عن هذا الموضوع كشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في واسط محمد المياحي، كشف عن تخصيص 76 مليار دينار للمزارعين، مؤكدا ليو تي في أن المستحقات ستسلم أولا بأول مع استمرار العمل في المواقع التسويقية 24 ساعة. تشرفنا بزيارة معالي رئيس السيد ورئيس الوزراء إلى محافظة واسط لافتتاح التسويق اليوم في محافظة واسط، وكان لهذه الزيارة دعم كبير حيث تم توفير مبالغ مالية ضخمة للمزارعين، إذ تم رصد مبالغ مالية 76 مليار، وهذا لم يحدث منذ سنوات طويلة. ونبشر أهلنا ومزارعينا في محافظة واسط بأن هذه السنة سوف تكون سنة خير وبركة على المزارعين، لأن المستحقات سوف يتم صرفها أول بأول والعمل مستمر خلال 24 ساعة والمواقع التسويقية 8 مواقع. وإن شاء الله هذه السنة سوف تكون حافز ودافع كبير للمزارعين في تقديم الأفضل في باقي السنوات لتوفير جميع ما يحتاجوه خلال هذه السنة إن شاء الله. وبعد افتتاح الجزء الأول من الطريق الحولي للكوت، قال مدير طرق وجسور واسط حمزة الزرقاني ليو تي في، قال إن أغلب الطرق الخارجية خارج الخدمة وتحتاج إلى دعم حكومي لصيانتها، داعيا إلى استثمار جبايات المرور وتفعيل محطات الوزن لتطوير الطرق والمحافظة عليها.
طرقنا الخارجية أغلبها هي اليوم خارج الخدمة، تحتاج إلى اهتمام خاص من الحكومة المركزية، توفير الأموال الكافية لإجراء أعمال صيانة مستديمة وليست أعمال صيانة طارئة وترقيعات لم تجد نفع حقيقة خلال السنوات الماضية. طبعا احنا مديرية الطرق والجسر الوسط تفتقر إلى الإيرادات كونها هي دائرة خدمية لا تجبي أي إيرادات متحققة، ولكن هناك إيرادات تجبى اليوم في مديرية مرور في مديريات المرور بعنوان صيانة الطرق. هذا العنوان حقيقة تجبى منذ العام 2018، ولكن لم يخصص دينارا واحدا من هذه المبالغ لصيانة الطرق سواء كانت الداخلية أو الطرق الخارجية المرتبطة بمديريتنا. أيضا طرح هذا الموضوع، وعد سيادته بمتابعة هذا الموضوع وأنه يجب أن يخصص الباب الذي من أجله أن تجبى هذه المبالغ إلى صيانة الطرق. كذلك أيضا تفعيل محطات الوزن، هذه المحطات التي أنشأتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات منذ سنين عديدة ولم تفعل بشكل حقيقي، أيضا هي تفعيلها سيحافظ على الطرق اللي راح يتم صيانتها مستقبلا، وأيضا هي باب لتوفير الأموال فيما لو خصت هذه الأموال لصيانة الطرق. ملف الخدمات أيضا باشرت بلدية الفلوجة إنشاء الممر الثاني لجسر الفلوجة الحديدي وجسر الرابع الممتد على جرف الفرات الأيسر بهدف فك الاختناقات المرورية وتأمين انسيابية حركة السيارات. لم يعد التصميم الأساس لمدينة الفلوجة كافيا لاستيعاب الزيادة السكانية في واحدة من كبرى أقضية العراق. أحياء استحدثت رسميا شمال المدينة وجنوبها بعد الاستقرار الأمني وازدياد الطلب على السكن فيها من داخل الأنبار وخارجها، ما أضاف عبئا على دوائرها الخدمية وأهمها الطرق والجسور. فرحين بالازدياد بعدد نسمات مدينة الفلوجة والأحياء الجديدة اللي تنشأ بها، بس هذا يولد جهد إضافي على الدوائر الخدمية، ولاحظ أكو إقبال بالشراء يعني مثلا من المجتمع الفلوجي ومن أهالي بغداد. مساحة الفلوجة نقدر نقول أكثر من ضعفين عن مساحتها الأولية. يتخطى تعداد مركز الفلوجة بحسب إحصائية رسمية أكثر من 400,000 نسمة، فيما تحيطها آلاف أخرى، ما ولد زخما مروريا على الجسور الثلاثة فيها. بعيدا عن أن مدينة الفلوجة هي في توسع عمراني في كثافة سكانية بحاجة إلى جسور إضافية لمد هذه الطرق ما بين العاصمة إلى المدن الغربية من أجل يعني تقصير المسافات ما بين هذه المناطق. الفلوجة إذ تمتد على جرف الفرات الأيسر تربطها بالضفة الأخرى جسور ثلاثة لم تعد انسيابية الحركة عليها طبيعية بسبب الزخم الناتج عن توسع المدينة، ما استدعى إنشاء جسرين آخرين. تمت المباشرة بمشروع إنشاء الممر الثاني لجسر الفلوجة الحديدي، والذي سوف يساهم بفك الاختناقات المرورية في مدينة الفلوجة خاصة في منطقة السوق القديم، وكذلك إنشاء الجسر الرابع الذي يقع في شمال المدينة والذي سوف يربط الحول الشمالي في الطريق العام رمادي فلوجة عند منطقة البعلوان في جسر المجسر فوق سكة البعلوان. وتعتمد مدن الأنبار على الجسور بشكل تام، فالفرات والقنوات الفرعية تقسم المناطق إلى جانبي الجزيرة والشامية، وزيادة الجسور تعني ارتباط المدن على الصعيد الدولي والمحلي وتشجيعا لقطاع التجارة والنقل وكذلك الإسكان. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. زار وفد من طلبة وأساتذة كلية الهندسة في جامعة البصرة زار المواقع الخاصة بمشروع ميناء الفاو الكبير للتزود بأحدث المعلومات عن تصاميم وبناء الموانئ والمنشآت البحرية، إذ تعتبر التقنيات المعتمدة في بناء الفاو نقلة نوعية في مجال الهندسة البحرية.
50 كونتينر هذا صافي يعني 17 طبعا دكتور تعرف. للتزود باحدث المعلومات عن تصاميم وبناء الموانئ والمنشئات البحريه، وفد من طلبه واساتذه كليه الهندسه في جامعه البصره هنا تزور مشروع ميناء الفاو الكبير الذي صممه الايطاليون ويشيده الكوريون. ورش تدريبيه تبحث في ادق تفاصيل مخطط انشاء 10 اكبر ميناء في العالم، في خطوه تمهد لافتتاح تخصص في مجال هندسه الموانئ لافتقار الجامعه اليه. طلبة يطلعون على مواقع العمل يستفادون من هذه الخبرة، لأن يعني كخبرة هندسة موانئ احنا ما عندنا حقيقة. صح عندنا هسه درس في المرحلة الرابعة بقسم الهندسة المدنية، عندنا هندسة موانئ هسه انشي يعني العام الماضي. وتمثل التقنيات المعتمدة في بناء ميناء الفاو نقلة نوعية في مجال الهندسة البحرية، ومنها استخدام معدات متطورة تكنولوجيا لأول مرة في العراق، كهذه المنصة العملاقة المتخصصة في دق ركائز الأرصفة، إلى جانب معدات أخرى جلبت من هونغ كونغ لتثبيت تربة الساحل العراقي. شفنا تقنيات أنا حقيقة يعني أشوفها لأول مرة، ما كنت دارسها في أيام يعني أيام الجامعة، لكن احنا تدربنا عليها، تدربنا في إيطاليا، تدربنا في حتى بالعراق هنا، يعني من عندها مثلا منصة دقة الركائز، هذه لأول مرة أيضا تدخل بالعراق. استخدمنا معدة اسمها DSM، وظيفتها تثبيت التربة، لأن الكل يعرف تربة مشروع ميناء الفاو الكبير أو تربة الساحل العراقي بشكل عام هي تراب طينية. ولتحقيق أعلى استفادة من الموقع الجغرافي للفاو كهمزة وصل بين الشرق والغرب، فإن تحديثا طرأ على التصاميم الأصلية للميناء بموافقة الشركة الاستشارية الإيطالية المشرفة على مراحل تشييد المشروع، فيما رحب الخبراء المعنيون ولم يعترضوا على هذا التحديث. هناك أكثر من مجال تم التحديث به عن التصاميم الأصلية بموافقة الاستشار الإيطالي وبأفكار من الشركة المنفذة، تم عرضها على أكثر من جهة لجامعات متعددة كانت من كليات الهندسة. حينما طرحنا هذه الأفكار وجد الترحاب. اكتساب المهندسين العراقيين الخبرات من نظرائهم الأجانب سيعود بالفائدة على تطوير منظومة الموانئ البحرية، حيث تواجه منافسة من مثيلاتها في المنطقة من ناحية تقديم الخدمات اللوجستية وافتتاح خطوط ملاحية جديدة. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. أدوية سامراء تطرح منتجات جديدة لتوطين صناعة العقاقير، هذا الملف مع آية لكيا. شكرا علي. استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة الدواء في العراق تمر عبر رفع طاقة الإنتاج المحلي وزيادة مبيعاته، وهذا ما تفعله شركة أدوية سامراء، غير أن الشركة تعاني من سوء أداء الشركة أو شركة التسويق التي تعاقدت معها الحكومة السابقة. ومع هذا فإن أصحاب صيدليات ومذاخر يشيدون بمنتجات أدوية سامراء مؤكدين تفضيل المستهلكين لها وإقبالها أقبالهم الدائم على شرائها. طرحت شركة أدوية سامراء عقاقير جديدة في الأسواق، وزادت نسبة مبيعاتها تماشيا مع البرنامج الحكومي لتوطين الصناعة الدوائية، لكنها تعاني من تركة شركة التسويق المتعاقدة معها في ظل الحكومة السابقة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. تأمين نصف حاجة الأسواق من الدواء في وقت محدود هدف تسعى شركة أدوية سامراء إلى تحقيقه في ظل دعم البرنامج الحكومي لتوطين الصناعة الدوائية. أكثر من 3 ملايين حبة دواء تنتجها الشركة يوميا، فضلا عن أشربة ومراهم لرفد القطاع الصحي.
شركتنا فلديها العديد من المستحضرات البحثية الجديدة التي طرحت مؤخرا في السوق العراقية، كمستحضرات على سبيل المثال أتروفستاتين تابلت الذي يعالج الدهون، وكذلك فيتامين دي 3 قطرات لمعالجة دي 3 نقص الدي 3 لدى الأطفال، كما العديد من الشراب أشربة كمستحضر بريزولون شراب لمعالجة الحساسية. هذه المستحضرات والعديد من المستحضرات في الخطط إن شاء الله البحثية لها دور كبير في رفض السوق العراقية في سد بعض احتياجات السوق. حماية المنتج الوطني وإعداد دراسة استراتيجية دقيقة لثلاثة أعوام تستهدف توسيع الإنتاج المحلي خطوات يجب اتخاذها لإنجاح توطين الدواء بموجب مقررات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم الصناعة الدوائية، لكن المهمة ليست بهذه السهولة، إذ تعاني شركة سامراء من سوء في التسويق بفعل تعاقدات لإدارات سابقة في وزارة الصناعة مع شركة تسويق للأدوية ليست بالمستوى المطلوب، وسط السعي لتدارك الأمر عبر إلغاء العقد المبرمي المضر بسمعة أدوية سامراء. التحقيقات بعد استلام الإدارة تحقيقات مستمرة لدراسة الإخفاقات التي تمت وأثرت سلبا على شركة أدوية سامراء نتيجة تعاقد الإدارة السابقة وتشكيل تلك الوكالة وتنظيمها بطريقة غير مدروسة. للأسف حصل إخفاق كبير، لأن بالنسبة لهذه الوكالة التسويقية وما يتعلق بدراستها للسوق وحاجة السوق وحجم الطاقات المتاحة بالنسبة لشركة أدوية سامراء لا تتناسب هذه الوكالة مع الطاقات المتاحة لشركة أدوية سامراء. وتمكنت أدوية سامراء من زيادة نسبة المبيعات في الأسواق، إذ وصلت إلى 42% بعدما كانت 30% سابقا، فيما استطاعت الشركة تسجيل 8 مستحضرات جديدة لدى وزارة الصحة بحسب إدارتها العامة. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في. نفتح أو الضيف لم يكن جاهز حتى هذه اللحظة. إذن أصحاب صيدليات ومذاخر طبية أشادوا بمنتجات أدوية سامراء مؤكدين تفضيل المستهلكين لها وإقبالهم الدائم على شرائها. سامراء جيدة من زمان، والناس كلها من كل دوما سامراء ياخذوه، لأنه من قبل 20-30 سنة 40 سنة كان معمل سامراء يشتغل. بالنسبة لي أنا يعني أفضل سامراء عن كثير أدوية، يعني عند كثير أدوية مع غير شركات. كشركة سامراء موادها مفضل عند المستهلك، يعني احنا حاليا اي صيدلية يعني راح تيجي اول شغلة راح يجيها المنتج انه اريد مال سامراء حصرا، فسامراء لها صداها، فلازم تكون لها خصوصية خاصة. احنا حاليا هنا عندنا قاطع خاص هذا بس للأدوية سامراء معزولة. أدوية سامراء هي شركة كبيرة وكثير من الايتمات بها، فهي لازم تاخذ استقلالية خاصة. سامراء يعني كانت وان شاء الله ترجع يعني ضمن الماركتنج العالمي. حاليا يعني احنا من مشجعين صناعة سامرة، حتى اللوجو مالتنا هنا هو SDI شركة سامرة، فان شاء الله ترجع. الآن نفتح هذا الملف مع الدكتور حمودي علامي، مستشار رئيس الوزراء للصناعات الدوائية، والذي ينضم إلينا مباشرة ومن بغداد. أهلا بك دكتور. بداية، أين وصل العمل في مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق، وماذا تحقق منه حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الأسبوع الأول لتكليف الحكومة الجديدة ودولة رئيس الوزراء اتخذ إجراءات لإعداد دراسة متكاملة وشاملة لمعوقات الصناعة الدوائية الوطنية. تم تكليفنا بهذه المهمة، وباشرنا بعد 5 أيام من تكليف الحكومة بهذا الموضوع، وعلى مدى 4 أشهر تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات الوطنية لإنتاج الأدوية، وشركة أدوية سامراء هي شركة حكومية، ومع الجهات المعنية في الصحة، وتم مناقشة كافة المعوقات وإيجاد الحلول لهذه المعوقات، وتم رفع توصيات
إلى دولة رئيس الوزراء، وعلى أثرها تم عقد اجتماع موسع مع كافة المنتجين بحضور السادة وزراء الصناعة والصحة وكافة المعنيين في الوزارة. وعلى أثر ذلك رفعت التوصيات إلى مجلس الوزراء الموقر اللي أقرها يوم 23/3/2023. هذه القرارات اللي اتخذت سيكون لها الدور الكبير للنهوض بالصناعة الدوائية المحلية. ممكن أتطرق لبعض من هذه القرارات المهمة جدا واللي راح تحدث نقلة نوعية. نعم من هذه القرارات هو تشكيل مجلس دوائي يرأس السيد الوكيل الفني لوزارة الصحة وعضوية مدراء عامين أدوية سامراء والشركة العامة لتسويق الأدوية كيماديا والدائرة الفنية مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة المشرف على المركز الوطني للرقابة الدوائية وكذلك المشرف على أقسام التسجيل والمصانع الوطنية، بهدف طبعا إضافة لذلك راح يكون في عضوية هذا المجلس رئيس رابطة منتجي الأدوية ومدير عام الهيئة العامة للجمارك ومدير دائرة مدير عام دائرة مكافحة الجريمة المنظمة ونقيب الصيادلة ونقيب الأطباء ممثل عن نقابة الأطباء وممثل عن نقابة أطباء الأسنان لمناقشة المعوقات. المجلس يجتمع بشكل دوري لمناقشة المعوقات اللي تواجه هذه الصناعة، هذا راح يكون له الأثر الكبير بمعالجة المعوقات أول. طيب دكتور، من ضمن هذه التوصيات هو توصية مهمة لمجلس الوزراء بفرض رسوم تبلغ 100% على الأدوية المستوردة المماثلة للمصنعة محليا، هل جرت المباشرة بتطبيقها عمليا؟ الحقيقة هذا من ضمن القرارات اللي أنا كنت يعني أتكلم عنها هو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وكافة مدخلات الإنتاج اللي تدخل في إنتاج الأدوية ومكائن الإنتاج من إلى 5.5% يعني إلى 10% مما كانت عليه سابقا، وبنفس الوقت هو فرض رسم 100% على كل دواء ينتج محليا يوجد مثيل محلي له. الهدف من هذا هو أنه نوفر الدواء للمواطن بأسعار مخفضة وبنوعية عالية، ويبقى المواطن اللي يرغب باقتناء الدواء الأجنبي بالإمكان أن يقتنيه، ولكن راح يكون هناك رسم إضافي 100%. المباشرة بهذا الرسم 100% يتم وفق قانون حماية المنتج الوطني. هاي المسألة تستغرق تقريبا 6 شهور. تم عقد ورشة للمصانع الوطنية في دار التطوير والتنظيم الصناعي الأسبوع الماضي بهدف شرح آلية التقديم لحماية المنتج، ويجب أن يكون هناك إجراءات قبل أن يتخذ هذا الرسم، وذلك لحماية المواطن. يعني هو حماية المنتج، نحمي المنتج الوطني وبنفس الوقت ما نسق الكاهل المواطن برسوم عالية، ويجب أن نضمن أن هناك منتجين على الأقل 3 شركات دوائية محلية تنتج هذا الدواء. في حال حصل مشكلة لإحدى الشركات هناك شركتين أخرى، والهدف هو توفر الدواء بشكل دائم وعدم حصول مشكلة للمواطن. طيب دكتور، احتمالية ارتفاع أسعار احتمالية ارتفاع أسعار الأدوية، كيف ستتعامل الحكومة مع هذه مع هذا الموضوع في حال طبعا فرض رسوم على المستورد منها؟ الهدف هو توجيهات دولة رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لتكليفنا بهذه المهمة، أنه ننهض بالصناعة الدوائية المحلية ونوفر الدواء للمواطن بأقل الأسعار وبأفضل المواصفات العالمية. فالدواء سوف يتوفر للمواطن بالمواصفة العالمية والمعتمدة بالعراق على مدى العقود الماضية، هي المواصفة الدوائية الأمريكية والبريطانية اللي هي أشد مواصفتين بالعالم.
الدواء يتوفر للمواطن وبأسعار مناسبة. أما الرسم الإضافي راح يكون على الدواء اللي يورد من الشركات الأجنبية واللي متوفر البديل إلى المحلي، والمواطن اللي يرغب يأخذ الدواء الأجنبي بسعر أعلى هو حر، ولكن احنا موفرين الدواء بالسعر الواطئ وبالنوعية العالية. طيب هل تشاركون؟ هناك انعكاس على المواطن اللي راغب بال... نعم. هل يكون في التحقيقات أو العمل الجاري في الوقت الحالي لتخليص شركة أدوية سمراء من إرث تعاقد الحكومة السابقة مع شركة التسويق؟ الحقيقة شركة أدوية سمراء مرت بظروف خلال الفترة الماضية، من ضمنها تم التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية لإحالة معمل أدوية نينوى كجهة استثمارية خارجية، والمعمل تعرض إلى تدمير خلال فترة احتلاله من قبل داعش الإرهابي، تقريبا 90% من المعمل تم تدميره. الشركة المستثمرة تستخدم اللوجو لشركة أدوية سامراء. الآن هناك إجراءات قانونية لحل هذه المسألة، وبنفس الوقت سامراء بدأت الآن تتخذ إجراءات لزيادة عدد الأدوية اللي يتم تسجيلها، لأن من ضمن القرارات توطين الصناعة الدوائية هو الإسراع بعمليات التسجيل وتشكيل لجنة خاصة للمصانع الوطنية، وهذا ما بدأ العمل به بالوزارة منذ اليوم الأول لاتخاذ هذه القرارات، إضافة لإجراءات تشجيعية كثيرة من ضمنها منح دفعة مقدمة 50% عن كل عقد يتم توقيعه مع أي مصنع وطني، وهذا راح يكون له انعكاسه الكبير على توفير المواد الأولية لتصنيع الأدوية اللي يحتاجها المواطن. طبعا المصانع الوطنية ليس سامراء فقط، هناك 23 مصنع وطني يعمل إضافة لسامراء، تنتج 1355 دواء، وهناك 117 دواء قيد التسجيل. هذه الأدوية معظمها هي أدوية أمراض مزمنة وأدوية أنتبايتك والأدوية اللي يحتاجها المواطن. نعم. شكرا جزيلا لك مستشار رئيس الوزراء للصناعات الدوائية دكتور حمودي اللامي، والذي كنت معنا مباشرة ومن بغداد. شهدت العاصمة بغداد اختتام فعاليات عيدنا بغدادي، بعدما قدمت الفنانة العراقية أصيل هميم والفنان اللبناني عاصل حلاني أحلى الأغاني لجمهور المهرجان ومشاهدي يو تي في في سهرة ساحرة. عيدنا بغدادي يختتم حفلاته في العاصمة. فرقة تشوبي القادمة من الأنبار قدمت أولى فقرات ليلة ختام المهرجان بأغاني ودبكات عكست جمال هذا الفن الشعبي العراقي. ولم ينتظر الجمهور طويلا حتى اعتلى المسرح فارس الأغنية العربية عاصل حلاني الذي ألهب الأجواء وتفاعل معه الحضور بقوة على وقع أغانيه القديمة والجديدة. الجمهور العراقي جمهور زواق، يعني مش بشهاده ل مش بحاجه لشهادتي انا، جمهور راقي زواق بيسمع بيسمع بتمعن. كثير انبسطت بالحفل اليوم، حفله روعه والجمهور رائع. ولما تزل بهجة الأغاني والدبكات سارية في أوساط الجمهور حتى أطلت عليه، أصيل هميم ابنة العراق كما تحب أن تسمى، ومن القلب إلى القلوب قدمت أغانيها المحبوبة وأشعلت الحماس. سعيدة كلش اليوم أعيد ويا بغدادي ويا أهل بلادي، أكيد وفرحانة طبعاً، وكان
كانت حفلة حلوة بوجود أيضا الفنان عاصي الحلاني. عيدنا بغدادي أنجح استضافة دار السلام لنجوم الغناء العراقي والعربي بعد غيابهم عنها سنوات. عاصي الحلاني وأصيل الهميم كانوا مسك ختام مهرجان عيدنا بغدادي، المهرجان الذي زين ليلة بغداد بالموسيقى والفرح. حيدر البدري يو تي في بغداد. وقبل ختام النشرة نتابع أحوال طقس العراق وبحره. ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.